كما قلنا الأمراض النفسية تنتشر وانتشرت مؤخرا بكثرة في وسط الشباب. بداية لو نعرف ما هو المرض النفسي وكذلك ما هي أسبابه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير لجميع المستمعين والمستمعات، صباح الخير الأخت. بالنسبة للتعريف الأمراض النفسية، إذا جينا نعرفوها على حسب المنظمة العالمية للصحة، هي كل الاضطرابات والتأثيرات، يعني المشاكل النفسية والاضطرابات في المزاج والأفكار وحتى السلوك اللي تأثر على الإنسان وما تخليهش مندمج بطريقة عادية في الحياة اليومية تاعو. لو كان نهضروها بالدرجة نقولوا احنا إنسان كيولي مقلق، يولي ماشي مليح، يولي ما يقدرش يروح يخدم، السلوك تاعو يتبدل، يولي حتى يكون متزوج ما يقدرش يقوم بالأهل تاعو، بالبيت تاعو، يكون يخدم ما يقدرش يروح يخدم. هذه هي الأمراض النفسية والتي يدرجها علماء النفسيين في الاضطرابات العقلية والنفسية. ماذا عن دكتور عن الأعراض؟ هل هناك أعراض يعني تظهر على المصاب ليكون يعني من هذه الأمراض النفسية، وكذلك ماذا عن نوعها؟ يعطيك صحة. هي الأمراض النفسية في الغالب تنقسم إلى قسمين. القسم الأول وين يكون الإنسان مع الذات تاعو، مع النفس تاعو، ماشي مليح، مقلق، كاره، ويكون واعي بالمرض تاعو. هذاك الإنسان الأعراض اللي تكون عنده هو يروح للطبيب ويطلب المساعدة، مثلا يروح للطبيب يقول له عندي قلق، عندي رهاب، عندي خوف، اللي نسموهم بالفرنسية لي زاتاك دي بانيك، ولا اللي يقول له عنده وسواس قهري، هذوك الناس اللي تلقايهم يخافوا من الميكروبات، يغسلوا بزاف، يتأكدوا عدة مرات من اللوجات تاعهم. وثانيك كاين اضطرابات الاكتئاب، واللي هو المريض يجي يقول الطبيب راني مكتئب، راني كاره، لقى لي حل ولا ما رانيش مليح في حياتي. هذا النوع الاول من يكون يسموهم لي نيفروز، للامراض العصبيه، مش العصبيه، العصبيه. طيب. بالعربيه وبالفرنسيه لي نيفروز. والنوع الثاني تاع الامراض هو امراض اكثر حده واكثر خطوره، اللي يسموهم لي بسيكوز ولا امراض الذهان، اللي نلقاو فيهم انفصام الشخصيه ولا الفرطام، ونلقاو فيهم ثاني اضطرابات ثنائيه القطب. في هذه الحاله الانسان ما يكونش واعي بالمرض تاعو، وفي غالب الاحيان الاهل تاعو هما اللي يجيبوه، الوالد ولا الاخوه ولا الام هي اللي تجيب، ولا الزوج هو اللي يجيب المريض ويحتم عليه العلاج. وفي هذه الحاله المريض ما يحبش يعالج ويشوف روحه انسان عادي وماشي مريض. لذلك هذه الحالات يستوجب بعض الاحيان عندما ما يحبوش ياخذوا الدواء ولا يشكلوا خطر على نفسهم ولا على لونتوراج تاعهم والمجتمع تاعهم، هادو في بعض الحالات هما اللي نبعثوهم للمستشفى الامراض العقليه. في المستشفى واش يديروا لهم؟ يعطوا لهم دواء، يعسوهم على الدواء تاعهم حتى يفطنوا ويولوا كونسيون واعيين، ومن بعد في هذيك الحاله يخرجوهم ويكملوا العلاج تاعهم عند الطبيب تاعهم بصفه عاديه. طيب بما انك تحدثت عن الامراض العقليه، حتى نوضح اكثر يعني من حيث المصطلحات والتخصص، هل هناك اختلاف بين المرض النفسي والمرض العقلي، او ربما الامراض النفسيه هل يمكن ان تنتج او تؤدي الى امراض عقليه؟ هي في التعريف الامراض النفسيه والعقليه، لوامس التعريف العالمي تاعها هو نفس الشيء، هي اضطرابات في السلوك والمزاج والقلق. لكن حنا لو كان جينا باش نفهموا المواطن اللي يسمع فينا، هو ما كاش فرق كبير، لانه علاه جميع هذه الامراض تؤدي الى اضطرابات في السلوك. الفرق الوحيد ما بين الامراض العقليه والنفسيه هي بالك وين يكون الانسان كونسيون، واعي ومش واعي. في الامراض الخفيفه هو نقدر نقولوا تختلف في الحده تاعها والدرجه تاعها، ماشي في النوع، لانه عقليه او نفسيه هي كلها نفس الشيء، لكن الحدة تاعها هي اللي تختلف فيها. مثلا يقدر يجيني مريض شاب هكذا يقول لي عندي قلق كذا، حاجة خفيفة مدتها قصيرة ماشي طويلة، مدة أسبوع، يقول لي راني مقلق. هذاك نقدر ما نعطيلوش حتى دواء، ندير له جلسات نفسية، بسيكوثيرابي، نعطوه نصائح كيفاش يسكن حياته، بعد يروح له المرض ويرتاح عادي. هذه الحدة تاعه صغيرة، ما يلحقش المرض عقلي ولا. لكن هناك بعض الامراض اللي المريض فيهم يكون انكونسيون، غير واعي، وهذه الحاله تاثر بزاف على الحياه تاعو، حتى انه يخرج من المجتمع، يولي غير اجتماعي، متوحد، يولي وحده قاعد في الدار، يولي مثلا ما ينقش روحه، ما ينقش اللباس
تاعو هذاك الحده تاع المرض كبيره بزاف، هذاك نقدروا نقولوا له نسموه مرض عقلي وين ياثر على الحياه اليوميه ويلزم له علاج، ويلزم له علاج خاص به وتكفل خاص. طيب اليوم المجتمع يتغير تغيرات اجتماعية كثيرة نشهدها ونتابعها تؤثر على مختلف شرائح المجتمع، هل هذه أو كيف تؤثر هذه التغيرات الاجتماعية على الصحة النفسية؟ بالطبع التغيرات هذه راح تأثر على صحة المواطن وصحة الفرد. لماذا؟ لأنه السبب تاع الأمراض النفسية هو سبب متعدد الجهات، يعني قادر يكون سبب تربوي، قادر يكون سبب نفسي بشخصية تاع الإنسان، وقادر يكون سبب وراثي. الوراثة كاين بعض العائلات تلقى عندهم الأمراض والقلق بكثرة، فيها جانب وراثي، لكن العوامل الخارجية والتربوية تأثر بزاف على النفسية تاع الإنسان. لذلك في السنوات الأخيرة مثلا المشاكل اللي فاتوا علينا، مثلا الكورونا، جائحة كورونا، المشاكل الاقتصادية، مشاكل العمل، حتى الانفتاح الكبير اللي رانا نشوف فيه المجتمع العالم بواسطة التواصل الاجتماعي والوسائط هذه، خلت الفرد وكأنه بروتر الأبعاد الاجتماعية تبدلت، وحتى لو ستاتيو دو لا فام، معناتها المرأة في المجتمع الجزائري تبدل الدور تاعها، ماشي كيما بكري. وين كانت المرأة باينة الدور تاعها والراجل باين الدور تاعو. الآن نشوفوا بلي المرأة خرجت من المجتمع والدور تاعها تغير، إذا الأسرة راح تتأثر بهذا الشيء. إذا ما تأثرتش إيجابيا راح تتأثر سلبيا. تخيلي انت مثلا الاب يخدم، الام تخدم، الشاب مريح في الدار ما يخدمش ولا خرج من القرايه بكري، راح يخرج للشارع ولا يشوف الانترنت الناس كيفاش راهي عايشه، راح يبدا يقارن روحه، ومن بعد كي الواقع تاعو ما يعجبوش قادر يروح يستهلك مواد ولا مخدرات. هذه كلها راح تاثر له على النفسيه تاعو سلبا، ما تكونش متابعه، ما يكونش تكفل بهذا الشاب في الاوساط الاسريه، راح يخلق له مشاكل نفسيه. هذه المشاكل النفسيه قادره تدخله في متاهات، وين يلحق يدير ديبرسيون ولا يدير مرض عقلي، وراح ياثر على حياته، حتى ياثر كي يكون عندك مريض في الاسره تاعك، مريض نفسي ولا عقلي، راح ياثر حتى على الاسره، لانه المشاكل اللي راح يديرهم، الاختلالات السلوكيه اللي راح يديرهم، راح ياثروا على الام، راح ياثروا على الاب، راح ياثروا على الاخوه، وتلقى الدار هذه كامل مقلقه وما يعرفوش واش يديروا. لكن انا ننبه لحاجه الاخت، انه في الاعوام الاخيره هذه ولات كاين الحس هذاك تاع يروحوا يستشيروا اخصائي نفساني ولا بسيكياتر، ولات الناس تتجه يعني عقده التوجه الى الطبيب النفسي. خلينا نقولوا على انها نقصت نوعا ما مقارنه بالسنوات الماضيه. هو السنوات الماضيه علاه الانسان ما كانش يتجه للطبيب النفسي ولا العقلي؟ لانها كاينه لا ستيغماتيزاسيون سوسيال، يقول لك هذاك مهبول راح يداوي، ولا هذاك مريض نفسيا راح يداوي، ثم هذا راهو مريض ما نزوجوهش ما نخدموهش، ماشي راح يكون انسان عادي. لذلك الناس كانت ما تتجهش للطبيب النفسي وتخاف هذا الشيء. لكن مع الوقت لاحظوا الناس انهم ما كاش حل، خاصه في الجائحه تاع كورونا، الناس تاثرت بزاف بالهذاك واش كان صاري، وهذاك الغلق الاغلاق غلقوا كلش، الناس تاثرت نفسيا، وكاين بزاف حصص نفسيه وجالس في التلفزيون، ما حتى الاعلام يعاون باش يعرف بالامراض هذه، كما راكم مشكورين على كل حال، واش راكم ديروا تجيبوا اخصائيين نفسانيين يعرفوا المجتمع يفهموه في الامراض هذه. وثانيك النظره تاع المجتمع انه العلاج تاع السيكياتر باش تشري دروب، يقول لك انا ما نشربش لا دروب. هي لازم يفهموا المجتمع انه ماشي اي دواء نمدوا له السيكياتر تشري دروب، نو ما كاش منها، لانه العلاج تاع الاكتئاب نمدوا دي زونتي ديبريسور. دي زونتي ديبريسور سي با دي دروب، هما مضادات الاكتئاب يخدموا على السيروتونين. مثلا الامراض تاع الدوهان نمدوا ادويه خاصه بالدوهان، لكن الطبيب هو اللي راح يراقبك وراح يتابعك على حسب الحاله تاعك. اذا هذه كلمه لي لا دروب ولا هذاك راح نسمعوا مثلا يقول لك راح طبيب نفساني يهبل، هي ما كاش منها هذه، كيفاش يروح طبيب نفساني يهبل؟ هذه برك بالك الانسان هذاك ما عادش ولا ما تابعش النصائح تاع الطبيب، ما
في وسط الحاله هذيك. لكن احنا واش رانا نلاحظوا من بين الامراض اكثر شفاء، وهذه هذوما ستاتستيك احصائيات دارتها منظمه العالميه للصحه، اكثر الامراض اللي تشفى هي الامراض النفسيه. نعم. اللي هي الاكتئاب والخوف والقلق. كي داروا دي ستاتستيك لقاوهم هما مثلا، نعطيك مثال، قولي لي ديابيت ولا ليبرتونسيو ارتيريال، هذه مرض الضغط ولا ديابيت، هذو امراض مزمنه ما تبراش، راح الانسان يرهقوه حياته كامل حتى وين يموت. لكن الامراض النفسيه القلق ولا ديبرسيون يبراو، وخاصه تكون التكتل تاعهم يكون في الوقت، تتكفل بهم في الوقت وكما يلزم الحال وبالمشاركه تاع العائله، راح هذا الانسان يتحسن ويخرج من الحاله هذه. وكاين حالات كثيره، الاف من الحالات عندنا يعالجوا في العياده تاعنا وين تحسنوا وحبسوا الدواء وراهم لاباس بهم. كانوا حالات كانوا راح يوصلوا للطلاق، كانوا راح يحبسوا العمل، لكن كي دواء وعرفوا بلي المشكل تاعهم نفسي ولاو لاباس بهم. هذه النتائج الايجابيه والاعلام كي ينشر هذه الاخبار تاع النتائج الايجابيه ولا حتى الناس، راح تشجع الانسان كي يكون مقلق ولا عنده ديبريسيو تشجعه يروح للطبيب. لكن الاخبار السلبيه هي اللي ما تخليهش يروح للطبيب، يسمع يقول لك انا نروح كيما نولي ندروغي كيما نولي، لا العكس. كي تروح للطبيب راح يعاونك، راح يساعدك، راح يبين لك المرض تاعك وراح يعطي لك العلاج على حسب التشخيص. اذا كنت تحتاج علاج راح يعطي لك، اذا ما كنتش تحتاج علاج راح يعطي لك. وثاني حاجه اللي خلات الناس تتجه للطبيب النفسي هي انهم الطبيب النفسي يقدر يعاونهم من الجانب الاداري. مثلا الانسان يكون عنده مشكل في العمل ديبريسيف، راح نعطولو بيان بلي هذا الانسان راهو يعالج وراح ياخذ حقوق العمل تاع العمال تاعو، هي لي زاري دو ترافاي، ويكون كوبري. مثلا انسان يستاهل 10 ايام باش يرجع، يعطيه هذا الطبيب ويكون هذا المريض مستفاد، حتى في لاكناس من الدواء تاعو يرمبورسيوه له، كيكون وثيقه تاع طبيب، ماشي يخلي روحو هكذاك برك. اي مواطن عنده الحق في العلاج، طيب. سواء مرض عضوي ولا مرض نفسي، اي انسان اي مواطن عنده الحق في هذا الشيء وعنده الحق يستفاد من جميع الحقوق تاعو تاع العمل. ممتاز. طيب دكتور، هل اليوم او كيف يمكن الفرد ان يقي نفسه من هذه الامراض النفسيه؟ هي كما قلنا من قبل، الاسباب باش نقيو نفسنا من الامراض النفسيه هذه لازم نعالجوا الاسباب تاعها ونعرفوا الاسباب تاعها. قلنا احنا كاين اسباب وراثيه وين الانسان يكون معرض لهذا الشيء، وكاين اسباب اقتصاديه، اسباب اجتماعيه، عده اسباب. لكن حنايا على حسب الفئه العمريه اللي راح نهضروا معاها، مثلا هضرنا فئه الشباب، كيفاش راح الانسان راح يقي روحه من هذا الشيء دوكا راه يسمع فينا. هو اول حاجه لازم اي شاب يعرف باللي يدير في باله مليح باللي العامل الاول اللي راح يتصدى للمشاكل النفسيه هي قوه الشخصيه تاعو. كي تكون عنده شخصيه قويه وشخصيه متزنه ويعرف واش راهو حاب، يعرف واش راهو الحاجه اللي تضره والحاجه اللي تنفعه، هذاك راح تعاونه كيفاش يتصدى للصدمات. لانه الشاب هو راهو في مرحله تاع تغيير، مثلا من تغيير دو ترانزاكسيون، وين راح يروح من مرحله الطفوله راح يروح لمرحله البلوغ، يكون في الليسي راح يطلع الجامعه. هذا التحول في الحياه تاعو راح يشكل كل صعوبات، باش يواجه هذا الصعوبات لازم يقوي الشخصيه تاعو، خاصه كي يكون في عائله متزنه لازم يقوي الشخصيه تاعو. باش يقوي الشخصيه تاعو فيها كما يقول لك حديث كبير وطويل وما نقدروش نقولوه كامل في حصه كيما هذه. هي كاين دي زيتاب، كاين الانسان لازم يثقف، لازم يتعلم، لازم يسقسي، هذو كل الاشياء هذو راح، حتى العوامل كيفاش عاش الانسان في العائله تاعو راح تشكل شخصيه، بالشخصيه هذه راح يقاوم المجتمع تاعو والمشاكل اللي راح يقعوا في المجتمع. ممتاز. دكتور فتحي بالخيري، طبيب أمراض نفسية وعقلية، نشكرك على كل هذه التفاصيل وعلى مشاركتك لنا هذا النقاش. مشاهدينا، نبتعد عن قطاع الصحة، نمر إلى موضوع آخر، القطاع السياحي. إذن من الأساسيات إلى الكماليات السياحة الداخلية بالتقسيط، مبادرة جديدة لبعض الوكالات في ظل انخفاض القدرة الشرائية. رحمة حمد.